أيضا نجحت الحقيقة الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين بعد 3 أعوام من هروبه في قضية كتائب حلوان، طبعا اللي اتكلمنا عنها كذا مرة، حيث تمكنت من ضبطه داخل منزل بناه في مدينة 6 أكتوبر بعد هروبه من حلوان وترك منزله القديم. تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط محسن دربالة وهو قائد كتيبة كتائب حلوان الإرهابية أثناء اختبائه داخل أحد المنازل داخل مدينة 6 أكتوبر. وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن كواليس القبض على أخطر أفراد الجماعات الإرهابية، محسن أوراني دربالة 52 سنة المحكوم عليه في عدة قضايا قتل بالإعدام وآخرهم هارب من القضية رقم 451 حصر أمن دولة عليا كتائب حلوان رقم 176 بأمر الإحالة. وأوضح المصدر أن المتهم ترك منزله الكائن بمنشية عين حلوان منذ فترة كبيرة وكان يختبئ داخل أحد المنازل بالحي الثامن ب6 أكتوبر برفقة زوجته وأبنائه، وعندما وردت معلومات لرئيس مباحث القسم وتحريات معاونيه قامت قوة أمنية فورا من قسم شرطة حلوان بمداهمة منزل المتهم لعدة ساعات منذ منتصف الليل حتى مطلع النهار، وتمكنوا بالفعل من دخول المنزل وألقوا القبض على المتهم الإرهابي من وسط زوجاته وأبنائه.